راغب علامة بتصرف مفاجئ على المسرح قبل البدء بالغناء، ما فعله لم يكن في الحسبان والجمهور يتفاعل. أثار الفنان اللبناني راغب علامة موجة جدل واسعة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار مقطع فيديو له من الحفل الذي أحياه مؤخراً في باريس، ظهر فيه وهو يقوم بفعل غريب على المسرح قبل البدء بالغناء. وفي التفاصيل، ظهر راغب علامة في الفيديو وهو يغني على المسرح، ثم توقف عن الغناء وتحدث إلى الجمهور وقال قبل بدئه بالغناء مجدداً: يلا بسم الله. الأمر الذي عرضه لموجة انتقاد انتقادات واسعة من قبل المتابعين. هذا وكان تصدر الفنان اللبناني راغب علامة حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً بعد انتشار فيديو لافت من حفله الأخير في العاصمة الفرنسية باريس، يظهر إحدى المعجبات بعدما اقتحمت المسرح ورقصت بطريقة عفوية إلى جانب راغب، الأمر الذي سبب ردود أفعال عديدة. الفيديو لاقى انتشاراً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وانقسمت آراء الجمهور حوله بين مؤيد ومعارض لهذا النوع من الرقص، فمنهم من اعتبره مبالغ فيه ومنهم من اعتبره فن تعبيري. وفي سياق مختلف، كان قد تصدر راغب علامة حديث الجمهور منذ فترة خلال أحيائه حفلاً موسيقياً على مسرح أبو بكر سالم أمس ضمن فعاليات موسم الرياض، حيث قدم مجموعة من أشهر أغانيه التي تفاعل معها الجمهور ورددها بحماس، مؤكداً أنه سيعمل بمبدأ ما يطلبه المحبون وسيغني القديم والجديد. أرض الرياض وبموسم الرياض على هذه الأرض الطيبة، أرض الحبيبة، نحن نلتقي ونغني. وخلال الحفل تفاجأ راغب علامة باتصال هاتفي من المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه الذي أوقفه عن الغناء مرحبا به، كما طلب منه أمر ورد راغب عليه: أني ابتديت أغنيتي اشتقنا لك لأني اشتقت لكم. وقال تركي آل الشيخ في مداخلته: نورت مسرح أبو بكر سالم. وتابع: وأطلب أغنية جني 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 عيوني، مع إهدائها للشعبين السعودي واللبناني. أطلب أغنية إهداء مني للسعوديين وللبنانيين المقيمين، سواء اللبنانيين المقيمين في المملكة، اللبنانيين في كل العالم والاقتراب.